حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو عياد التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضم القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة، بحيث ان هي بتقدم للمواطن الخدمة بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاءها مجانية تماما، إلى جانب ان هي بتوصل للمواطن لحد عنده. خدمة الحمد لله متميزة وجيدة. لجنة التقارير الطبية بتحويل المريض بعد كشفه على العيادات المختلفة بالقافلة إلى تحويله إلى أقرب مستشفى مركزية تابعة لمديرية الصحة بدمياط، حيث يتم تكملة العلاج إذا استلزم الحالة إلى المستشفيات المركزية، ومن ثم بنقوم بمتابعة حالة المريض إلى الذهاب للمستشفى وكيفية تقديم الخدمة، بحيث إن احنا نقدر نوصل للمريض الخدمة على أكمل وجه ونتابع ونقيم خدمة المريض. القرية دي من المستهدف للخطه لوزاره الصحه والسكان في مبادره حياه كريمه، ان احنا نيجي فيها بقافله طبيه نقدم معظم التخصصات الطبيه في هذه القريه. القريه هنا فيها 12 عياده تخصصيه، فيها عياده تنظيم اسره، زائد معانا معمل تحاليل طبيه متكامل، معانا صيدليه متكامله بتقدم كافه اصناف الادويه اللي بتتطلبها العيادات المتخصصه اللي موجوده معانا.